السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامج رمضان كريم. كل عام وحضراتكم بخير. منذ أيام قليلة كنا بننتظر هلال رمضان وننتظر أن يهل علينا رمضان بنفحاته ورحماته، وها نحن الآن في أواخر أيام رمضان نودع شهر رمضان. ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا فيه من الرابحين الصائمين القائمين ومن عتقاء شهر رمضان الكريم. أعزائي المشاهدين، شهر رمضان هو شهر النفحات وشهر الرحمات وشهر العتق من النيران. شهر رمضان في حاجات جميلة جدا بنستناها من السنة للسنة، كل واحد مننا بينتظر شهر رمضان زي ما الصحابة كان بتنتظر شهر رمضان قبليه بست شهور ويودعوه بعد ما ينتهي بست شهور. احنا انتظرنا رمضان والنهاردة بنودع شهر رمضان، ايام قليلة جدا. ياريت اللي لسه ملحقش يحاول في الايام اللي جاية ديت، لسه قدامك الفرصة، لسه في ايام وترية ليلة القدر. حاول بقدر الامكان انك تعمل زي ما النبي كان بيعمل في الايام الاخيرة في شهر رمضان، كان بيشد المئزر ويقظ اهله وكان يحيي ليله، كان كل ايامه هي قيام بالليل ودعاء واستغفار، وكل هذا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لأمته كي يقتدوا به. لازم نبقى عاملين زي النبي ما كان بيعمل، وزي ما كان النبي بيقوم نقوم، زي ما كان النبي بيصلي نصلي. عسى الله أن يجعلنا من عتقاء شهر رمضان، وعسى الله أن يمن علينا بليلة القدر. أعزائي المشاهدين، وإحنا في شهر رمضان الكريم وعلى التوالي معانا فضيلة الشيخ جابر العطيفي من علماء الأزهر الشريف، وبنكمل سلسلة كلامنا عن رمضان وعن فضل العشر الأواخر من رمضان. فضيلة الشيخ أهلا بيك. فضيلة الشيخ جابر، كل سنة وحضرتك بخير. زي ما قلنا في المقدمة، إحنا كنا بننتظر رمضان من عدة أيام، وهذه الأيام نحن نستعد لوداع شهر رمضان. في هذا الشهر الكريم ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر، نسأل الله أن يجعلنا فيه من الرابحين الفائزين. في العشر الأواخر من رمضان كنا بنتكلم، اتكلمنا إزاي في الحلقات السابقة إن إحنا إزاي نصوم، واتكلمنا عن أنواع الصيام، واتكلمنا عن أنواع القلوب، وابتدينا نتكلم عن العشر الأواخر في رمضان، والنبي كان بيعمل إيه في العشر الأواخر من رمضان. هندي لمحة سريعة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان كيف يفعل في هذه الأيام، وعايزين بعد كده نتطرق إلى ليلة القدر. ليلة القدر التي هي بألف شهر، التي تتنزل فيها الملائكة بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الفائزين بليلة القدر. فياريت تقول لي إحنا في العشر الأواخر لسه قدامنا فرصة، للي ملحقش في العشر الأواخر نقول له يعمل إيه في العشر الأواخر، في الأيام الباقية، الباقية ديت اللي لسه هتنتهي بعد أيام قليلة، نقول له اعمل إيه، لسه قدامك الفرصة، لسه قدامك العرض اللي عامله ربنا ليك، أوفر زي ما بنقول، خيرات، كنز اغترف منه، تعمل إيه عشان تاخد من الكنز دوت وما يفوتكش الكنز اللي عامله ربنا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لن نجد أبلغ من قول ربنا سبحانه جل في علاه في كتابه الكريم لما قال عن هذا الشهر الكريم أياما معدودات تعد بالأصابع، أياما معدودات. وكنا كما تفضلت ننتظر هذا الشهر الكريم بفارغ الصبر، هو شهر الصبر وهو قد أتى واقترب على الرحيل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن الأعمال بالخواتيم، أن الأعمال بالخواتيم، يعني ختام شهر رمضان أفضل مما مضى، والذي فاته من رمضان ولو فاته ثلثي رمضان فالباقي أفضل، لهذا القول إنما الأعمال بالخواتيم. فمن لم يلحق أمامه الفرصة يا أستاذ هاني، قدامه الفرصة لسه أنه يلحق من رمضان ما يريد، ففيه العشر الأواخر منه وفيه ليلة هي خير من ألف شهر. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما يدخل كما قلنا شهر رمضان يجتهد فيه ما لا يجتهد في غيره، كما قالت السيدة عائشة أمنا رضي الله عنها وأرضاها، ولما يأتي يدخل العشر الأواخر من الشهر الكريم يجتهد فيها ما لا يجتهد في شهر رمضان. فثبت عنه أنه إذا دخل العشر كان
طبعا يصنع كما تفضلت شد المئزر، أي اجتهد في العبادة، وأحيا ليلة وأيقظ أهله. فطبعا ما زال في بقية لمن حرم في بداية رمضان، لأن هذا الشهر الكريم فيه الفائز وفيه المحروم. المحروم في أمرين، أمر في شهر رمضان وأمر في ليلة القدر، يعني حرمان يا أستاذ في هذا الشهر الكريم وحرمان آخر في ليلة القدر، عافاني الله وإياك. ما هو الحرمان في هذا الشهر الكريم؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال من أدرك رمضان وخرج، يعني يأتي رمضان وينتهي رمضان ولم تغفر ذنوبه، أبعده الله، أبعده الله. يأتي رمضان ولم يتعرض الإنسان للرحمة، كيف لا يتعرض لمغفرة الله جل وعلا، لا يتعرض لنفحات الله؟ فهذا هو المحروم. وحرمان آخر في ليلة القدر، قال عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم المحروم من حرم خيرها، المحروم من حرم خير هذه الليلة. فالذي لم يتدارك من هذا الشهر، في الذي فات لم يتدارك ولم يصلي ولم يصوم منه ولم يأخذ من الحسنات، فأمامه الفرصة ما زالت قائمة في العشر الأواخر منه، ليالي زوجية، ليالي وترية، أيا كان ما يفرقش يعني. لا نفرق، بمجرد أن يتوضأ، يتوضأ فقط تغفر كل ذنوبه، تخيل الله، يتوضأ فقط تفتح له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء. ده أنا توضيت لسه ما صليتش، طب لما صلي؟ فرمضان فرصة عظيمة لمن أراد أن ينهل من الخير. طيب مولانا، في العشر الأواخر زي ما بيقول بنجتهد وبنصلي وبنحاول إن احنا نقرأ قرآن كتير، نحاول نعمل أعمال خير كتير، نتصدق فيها، نعمل كل ما هو أمر به الإسلام وجاء بالسنة، بنحاول إن احنا نطبق دوت في العشر الأواخر وهو على مدار شهر رمضان. ولكن في ليلة القدر، هذه الليلة المباركة، هناك من لا يعلم كيف يحيي ليلة القدر. يعني بعض الناس يقول لك طب ليلة القدر أنا أحييها إزاي؟ أعمل إيه؟ كلنا في ناس بسيطة، في ناس تعرف، في ناس ما تعرفش، بيبقى عايز يعرف إزاي يحيي هذه الليلة. هل بتلاوة القرآن؟ هل بأنه هو يفضل يصلي؟ هل يقعد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يذكر الله؟ كيفية إحياء ليلة القدر؟ يعني النهاردة من بعد صلاة المغرب بنقول أن ليلة القدر بتبدأ من بعد صلاة المغرب إلى طلوع الفجر. طب كيف يحيي المسلم ليلة القدر؟ شوف يا أستاذ هاني، ليلة القدر كما تفضلت تبدأ من غروب الشمس وتنتهي عند طلوع الفجر، كما قال ربنا في كتابه الكريم. هذه الليلة التي ذكرت في القرآن الكريم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. وفي آية أخرى إنا أنزلناه في ليلة مباركة على القرآن الكريم، ففيها نزل القرآن الكريم، لذلك شرفت هذه الليلة بنزول القرآن الكريم فيها. نزل مرة واحدة ثم من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، ثم بعد ذلك مفرقا على حسب الأحداث والوقائع، وقيل بداية نزوله في شهر رمضان، هذا قول آخر. ليلة القدر قال عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قامها إيمانا واحتسابا، إيمانا بالله ويحتسب الأجر من عند الله، أدي معنى إيمانا واحتسابا، قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. طيب مولانا، حاف عند كلمة من قام، هل من قام تعني الصلاة؟ نعم، يبقى الصلاة، نعم. القيام، لذلك أنا أؤكد، ربنا يسعدك، أنا أؤكد على هذا، أيوه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر، لم يقل من ذكر الليلة في ليلة القدر، أيوه، من سبح في ليلة القدر، ولكن هو القيام له مفهوم الصلاة، الصلاة ولو بأقل القليل، لم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم، ولو ركعات بسيطة يا أستاذ هاني،
يعني البعض قال إيه؟ قال ركعات، يعني ركعات بسيطة، لو صلى ركعتين لله كتب من القائمين في هذه الليلة. البعض قال الوتر أقل قيام، يعني البعض يقول مجرد أنه يركع ركعات بسيطة كتب من القائمين في هذه الليلة. طيب إحنا عامة بنقيم الليل بالتراويح، يعني عندنا التراويح مثنى مثنى، وكما قلنا قبل ذلك ينوع العبادة، ينوع العبادة، تنويع العبادة، ألا تكون العبادة قيام فقط ولا ذكر فقط ولا صدقة فقط ولا دعاء فقط وتضرع، ولكن ينوع العبادة في هذه الليلة وفي غيرها. وأفضل ما يكون يا أستاذ هاني أنه هنا أنه كل إنسان مننا هنا وهو بيقيم ليلة القدر لا يفرق بين الوتر والزوجة، يتعامل مع الله بحب، يتعامل مع الله بحب. أنا بصلي لله، يعني لا تفرق، ما تفرقش معايا فردي أو زوجي، وتري أو زوجي، عامل الليالي كلها كأنها ليلة الإيه؟ القدر. أتكلم عن العشر الأواخر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الأواخر وفي الوتر من في الوتر العشر الأواخر. لكن يعني كثير من الناس ممكن متى هي، طب علامتها إيه، كذا كذا. لا، نريد أن نتعامل بالعبادة. طب فضلتك، هو ليلة القدر في دعاء مخصوص لليلة القدر، هذا الدعاء وهو الذي سألت عنه السيدة عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم، إن هي ماذا تقول في ليلة القدر، أو ممكن نقول إيه في ليلة القدر، فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء. ياريت تتفضل علينا وتقول لي الدعاء الذي يجب على كل مسلم في ليلة القدر أن يدعو به. طيب قبل بس ما أخذ الدعاء، فضل. أنا يعني عذراً أكمل إجابة ملحوظة أنت قلتها جميلة جداً. القدر نفسه، يعني ليلة القدر، إيه هي ليلة القدر؟ لماذا سميت بليلة القدر؟ قال تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر. القدر أي الشرف، من التعظيم والشرف. هذه الليلة لما أقول لك مثلاً يا أستاذ هاني أنت رجل ذو قدر، معناها إيه؟ أنت قيمة. ذو شرف وقيمة. فكلمة القدر هنا من اسمها، ليلة القدر أي ليلة التعظيم والشرف، ليلة قدرها الله سبحانه وتعالى. حتى قال أهل العلم فيها كلاما كثيرا، أخذ منه يعني بعض المقتطفات، قالوا ربما يأتي إنسان ليس له قدر فيقيم ليلة القدر أصبح ذا قدر. الله أكبر، الله أكبر. ليس له قدر، قدر، فيقيم ليلة القدر فيصل لله جل وعلا، يناجي الله ويأخذ ما يريد فيصبح إيه؟ له قدر. طيب لذلك تفضل. طب هناخد فاصل ونرجع لحضرتك. تفضل تفضل. فاصل أعزائي المشاهدين ونعود إليكم بعد قليل. ورجعنا لكم تاني أعزائي المشاهدين وبرنامج رمضان كريم على قناة الصحة والجمال، وبنتكلم عن انتهاء العشر الأواخر من رمضان وكيف نحيي هذه الأيام وكيف نحيي ليلة القدر. وتوقفنا مع فضيلة الشيخ جابر العطيفي عن فضل ليلة القدر وليه سميت بليلة القدر. هرجع لفضيلة الشيخ جابر وأقول لك، كنا توقفنا عند لماذا سميت بليلة القدر، وحضرتك ابتديت تتحدث فيها وتقول ليه كانت اسمها ليلة القدر. قلنا أن الأستاذان القدر يعني العظمة والتشريف، من التعظيم والتشريف، فهي ليلة ذات قدر. قال تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر، وقلنا ربما يقيمها إنسان فيصبح له قدر. طيب عندنا ليلة القدر من التعظيم والتشريف لنزول القرآن فيها، فالقرآن شرفت هي بنزول القرآن فيها. طيب اللي نزل بالقرآن مين؟ جبريل عليه السلام، سيدنا جبريل على نبينا عليه السلام، وهو ذو قدر بين الملائكة. قال عنه ربنا في كتابه الكريم إنه لقول رسول كريم، المقصود به هنا سيدنا جبريل، إنه لقول رسول كريم ذو قوة عند ذي العرش مكين، له مكانة مطاع، إلى غير ذلك، ذو مرة فاستوى كما قال ابن عباس، الحسن وغير ذلك. فهو أيضا ذو قدر، نزل بكتاب كريم ألا وهو القرآن الكريم، وهو ذو قدر، على نبي صلى الله عليه وآله وسلم ذي قدر، على أمة
ذات قدر في شهر ذي قدر، لذلك هي ذات قدر، أنزل الله فيها كتابا ذا قدر، بملك ذي قدر، على نبي ذي قدر، في شهر ذي قدر، على أمة ذات قدر، في ليلة القدر. الله أكبر. نسأل الله لنا ولكم ربنا أن يبلغنا ليلة القدر. اللهم أمين. فضيلة الشيخ، الدعاء اللي هو بنحب نقوله في ليلة القدر الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو دعاء يسير وبسيط على كل إنسان ممكن يقوله، وهذا الدعاء بيحمل معاني كثيرة. حتى تفضل حضرتك وتقول لي الدعاء، أنا عايز أنت اللي تقوله، وهو الدعاء اللي ممكن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى به أمته أن هي تقوله، وليه اختار في الدعاء كلمة العفو. جريد بقى تفضل تقول لي. سؤال جميل جدا، حقيقة طبعا أستهاني. السيدة عائشة تسأل الحبيب صلى الله عليه وسلم فتقول يا رسول الله أرأيت لو وافقت ليلة القدر، لو أنا بالضبط جيت وكانت هي دي ليلة القدر ماذا أقول؟ أقول إيه فيها؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني فاعف عني. طيب، كلمة عفو تحب العفو، يعني ثلاث كلمات. اللهم إنك عفو تحب العفو، ثلاث أربع كلمات يعني بالكثير. العفو هو الله سبحانه وتعالى، الله. والعفو صفته، فهو اسم من أسماء الله، والعفو صفته سبحانه وتعالى. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. طيب، ليه الدعوة دي بالذات يا أستاذ هاني؟ ما دي بقى من فضيلتك، لأن الكلمة دي مرتبطة بكلمة أخرى، يعني العفو والمغفرة. نعم. أنا ليه هي اختارت، ليه النبي صلى الله عليه وسلم اختار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، وما قلناش مثلا اللهم إنك غفور تحب المغفرة فاغفر لي؟ هنا في فرق بين المغفرة والعفو. نعم نعم. فرق. نعم. نوضح بقى للسادة المشاهدين. الغفور هو الذي يغفر الذنب ويفضل الذنب، يظل في الصحيفة لا يمسح. أما العفو فهو الذي يغفر أبلغ. العفو أبلغ من الغفور. الغفور يغفر الذنب لكن يبقى الذنب في الصحيفة. لأن أصل مادة العفو من الطمس والمحو، يمحو الذنب. فالعفو هنا يا أستاذ هاني إني رب العزة يغفر الذنب ويمحوه من صحيفة الإنسان. الله. فهو أبلغ. العفو أشمل. العفو نعم أبلغ وأشمل. المغفرة مغفرة الذنب فقط. أما العفو مغفرة الذنب ومحوه من صحيفة العبد. الله أكبر. يعني معنى كده أن الله سبحانه وتعالى بيجعل الملائكة تنسى هذا الذنب. نعم. الملائكة اللي سجلت الذنب ده. يعني في أماكن يبدل حسنات. يبدل الله سيئاتهم حسنات. لذلك كثير من الناس يسأل طب أنا يعني أقول رب اغفر لي؟ طب هناخد مؤمنة ونرجع لحضرتك تاني. أستاذة مؤمنة كل سنة حضرتك طيبة، تفضلي. وحضرتك طيب، زي حضرتك يا أستاذ هاني. أهلا وسهلا يا فندم. ممكن أسأل الله؟ تفضلي تفضلي يا فندم. زي حضرتك يا شيخ. يا أهلا وسهلا، يا مرحبا. لو سمحت يا شيخ، عندي ثلاث أسئلة لحضرتك. تفضل. بالنسبة للسؤال الأولاني، إزاي أعرف إن عملي اتقبل بعد رمضان؟ السؤال الثاني، بالنسبة لصيام القضاء وشوال، عايزة يعني القضاء أفضل الأول ولا ست من شوال؟ آخر سؤال، في حديث بيقول رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، وفي جزء برضه في حديث اخر بيقول ولله عتقاء في كل ليله. طب مش كده في تعارض ما بين الحديثين؟ يعني طب ما دام اوله رحمه واوسطه مغفره، العتق ده في الاخر الشهر، طب كيف ولله عتقاء في كل ليله؟ شكرا. شكرا يا استاذه مؤمنه وكل سنه وحضرتك طيبه، هنجاوبك حاضر. فضلتك احنا تعودنا هناخد الاسئله في الاخر ونبتدي نجاوب عليها. تمام. في اخر خمس دقائق. ربنا يبارك فيك. طيب، احنا اتكلمنا عن حضرتك، لسه كنا بنتكلم برضو عن العفو والمغفرة في ليلة القدر، ولقينا ان العفو هو اشمل من المغفرة.
على أساس أن العفو الله سبحانه وتعالى هو العفو، العفو بيدي والمغفرة بيدي، ولكن العفو أشمل في أنه بيمحو هذا الذنب زي ما بنقول بتشال الحاجة من جذورها زي من أساسها. صحيح. طيب مولانا في ليلة القدر زي ما بنقول كده إحنا بنسعى وبنجتهد عشان نفضل ربنا يكرمنا، وبناخد من هذه الليلة شحنة إيمانية جرعة كبيرة جدا بإن إحنا نقدر نمارس بيها ونكمل بيها اللي جاي من بعد رمضان. يعني ممكن بهذه الليلة الله سبحانه وتعالى يبدل حال من حال لحال. بمعنى إيه؟ بمعنى أن هناك أشخاص بيكونوا مسرفين جدا، وتأتي هذه الليلة برحمة من الله سبحانه وتعالى أن تتنزل السكينة والرحمة على هؤلاء الناس، ليلطف بهم الله سبحانه وتعالى ليبدل أعمالهم من سيئات إلى أحسنات. حضرتك قلت ممكن بركعة واحدة ربنا سبحانه وتعالى بيبدل الحال من حال لحال. هناك بعض الصالحين والتابعين عندما سمع آية واحدة من آيات الله سبحانه وتعالى تبدل حاله من قاطع طريق إلى إمام يعظي الناس. ياريت نقول كيفية أن أنت تكون مع ربنا في هذه الليلة بقلبك، وكيف أن الله سبحانه وتعالى يطلع على قلبك في هذه الليلة المباركة أو في العشر الأواخر حتى وأنت بتصلي عبادة مع ربنا سبحانه وتعالى بركعتين أو بتتلو آية، كيف تكون خاشعا لله عز وجل في تلك الليلة وفي الليالي بقية الليالي العشر الأواخر من رمضان، كيف نخشع لله عز وجل حتى نفوز بهذه الليلة؟ نعم، شوف يا أستاذ هاني، الله جل وعلا أرحم مما نتخيل. الله جل في علاه أرحم مما نتخيل، والله يقبل التوبة عن عباده، يقبل من أسرف في الذنب، وكما قلنا بل نداه بعبده فيقبل التوبة ويقبل حتى المسرف في الذنب. لكن نحتاج لعبادة الله بحب، أن نعبد ربنا بحب. عبادة الله بحب تجعل من العبد عبدا ربانيا، يعني تجعل من العبد يتقرب أكثر. لذلك أن يكون ظننا في الله ظن حسن. يعني تخيل أنت في آية في كتاب الله الكريم يقول ربنا فيها فما ظنكم برب العالمين. الله. يقول ابن مسعود رحمه الله، سيدنا عبد الله بن مسعود يقول قسما بالله يقسم ما ظن أحد في الله ظنا إلا آتاه أعطاه ما يريد. الله. لأن الله على كل شيء قدير. قدير. لذلك هو يقول سبحانه وتعالى أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فظنك في الله إيه؟ هيغفر لك، يبقى وده المفروض اللي يكون في التوبة، إنه هيغفر لي ويتوب علي في الرحمة هيرحمني حتى عند الموت. لا يموتن أحدكم إلا هو يحسن الظن بالله في الدعاء وأنتم موقنون بالإجابة. هاخد عبد الله وأروح لحضرتك تاني. أستاذ عبد الله تفضل معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حضرتك عامل الشيخ سؤال. تفضل يا فندم. أنا راجل صاحب فورم، واحد بيقول لي ما ينفعش ليك في يوم، بقول له ليه؟ بيقول لي عشان أنت بتتعامل مع حريم وإيه؟ قلت له لا أنا بتعامل مع حريم بس معايا ما فيش نظرتي حاجة لهم وحشة. طب أنت حضرتك بتشتغل إيه الأول بس؟ صاحب إيه؟ إيه؟ صاحب إيه حضرتك؟ المهنة؟ مخبز. مخبز؟ آه. تمام. بيقول لي ما ينفعش ليك في يوم. هو أنت اللي بيشتري منك حريم بس؟ ما فيش رجالة بيشتروا منك؟ حريم ورجالة وأطفال. طيب طيب ماشي ماشي. حاضر، شكرا، هنجاوبك. استاذة منى تفضلي. استاذة منى، استاذة منى، الحاجة منى. ايوه تفضلي يا فندم. ايوه يا حبيبي تفضلي. ايوه ايوه معاكي، تفضلي يا فندم قولي سؤالك. ماشي يا بابا ماشي. ايوه يا استاذ الشيخ اتفضلي معاك الشيخ. الو قولي سؤالك سامعينك اتفضلي. انا ابني ما بيكلمنيش عشان بحاربه وما يشربش المنكر وزعلان معايا، يعني انا كده عملت غلط؟ حاضر هنجاوبك. حاضر شكرا يا استاذه منى. هنرجع تاني لحضرتك.
طب هناخد ام بسمله ونرجع نحط. اتفضلي ام بسمله اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ممكن اسال الشيخ سؤال؟ اتفضلي يا فندم. بعد اذنك يا شيخ، انا كنت سالت هل تجوز زكاه المال للزوج؟ فقال لي تجوز، بس انا مش بديها لجوزي في ايده، انا ممكن بصرفها على البيت في الاكل والشرب، اجيب لبس لاولادي. تجوز كده للزوج؟ انت حضرتك عايزه تعملي زكاه المال بتاعتك للزوج لزوجك؟ ايوه انا يعني سالت ينفع اديها لزوجي، لان هو يعني راتبه ما بيكفيهاش، يعني ما بيكفيش مثلا نص مصاريف البيت، يعني المرتب بتاعه قليل. فانت ممكن بتساعدي، عندك دخل تاني ممكن عايزه تديه للزوج. ايوه، فبطلع مثلا جزء من زكاه المال بديها مثلا لجوزي، فقالوا لي يجوز. دلوقتي هل مثلا انا ما بديهالوش في ايديه، يعني بجيبها حاجات في البيت. طيب حاضر. لبس الاولادي. ومعلش في سؤال تاني. حاضر يا فندم هنجاوبك. حاضر حاضر. طب هرجع لحضرتك تاني، وحضرتك اشرت في كلمه جميله جدا، حسن الظن بالله والحب. نعم، وكلمه الحب يعني تعني الكثير، ولكن احنا هناخدها في حبنا لله سبحانه وتعالى، زي ما الله سبحانه وتعالى بان الله يحب المتقين. الله يحب المتقين، إن الله يحب المتصدقين، يحب الصائمين، القائمين، المحسنين، المستغفرين، كل دول ربنا بيحبهم. إحنا كيف نحب الله سبحانه وتعالى؟ يعني إحنا قصاد النعم اللي ربنا بيديها لنا دي كلها، من أول ما إحنا لسه أجنا في بطون أمهاتنا إلى أن نشب شباب، وبعد كده رجال، وبعد كده يرزقك، وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى نعمه كبيرة قوي علينا. وعايزين نعرف إحنا بنحب ربنا ولا لأ؟ احنا ازاي نحب ربنا؟ يعني احنا قصاد النعم اللي ربنا بيدهلنا دي كلها، بنحس ان احنا مش عارفين نحب ربنا صح. ممكن انسان يتعلق بواحده يحبها كويس جدا ولله المثل الاعلى، يتعلق بعمل معين يحبه، يتعلق بمال، يتعلق بحاجه في الدنيا بيحبها ويعشقها ويديها كل اللي هو من مشاعر واحاسيس وي، ولكن بيجي عند حب الله سبحانه وتعالى ونبص نلاقي الناس، وهنتكلم يعني عموما، بنلاقي الناس بتقف هذه في هذه النقطه يعني، ويتردد، بيبقى مش عارف يحب ربنا. لما تيجي تخيره في حاجه في الدنيا وحاجه لله سبحانه وتعالى، بيفضل حاجه في الدنيا. هل احنا لسه ما وصلناش لمرحله العشق الالهي؟ طيب شوف يا الزهاني، الله جل وعلا قال يحبهم ويحبونه. يحبهم ويحبونه، في مبادله في الحب، في مقابله في الحب. طيب أنا علشان، وفي آية أخرى، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. والذين آمنوا أشد حبا، أشد لله. حبا لله. طيب وليس الشأن أن تحب، مش المهم أنك أنت تحب، المهم أن تحب. الله. وليس الشأن أن تحب أنت الله ورسوله، ما الأهم من ده إيه؟ أن يحبك الله ورسوله. الله. طيب أنا عشان أوصل لدي إزاي؟ عندي الأولى عشان أعرف أنا بحب ربنا إزاي؟ تسأل واحد يقولك أنا عايز أعرف ربنا بيحبني إزاي وأنا بحب ربنا إزاي؟ تسأل عن مكانتي وعظمتي وتوقيري وتقديري الله في قلبك. خشية ربنا في قلبك إيه؟ مكانة ربنا في قلبك إيه؟ لان في حاجات تانية بتدخل في الموضوع كما تفضلت. ممكن يكون في مكانه الدنيا اكتر، مكانه المال، في حد بيحب المال اكتر، في حد بيحب يعني اشياء تانية اكتر. لذلك ان وصلت لهذا فاعلم ان لك مكانه عند الله، لك مكانه عند الله. لذلك قال ابن عباس ليس الشأن ان تحب، انما الشأن ان تحب. في آية في القرآن الكريم لما ادعى اقوام حبهم لله، في أقوام ادعوا أن هم بيحبوا ربنا، فالعلماء يسموها آية المحبة أو آية ابتلاء المحبة. اللي هي إيه؟ لما قالوا نحن نحب الله، فالله أنزل هذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. اتبعوني هنا خاصة بمين؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وسلم. فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الله. لذلك لكل إيه؟ شيء بينة. فهنا إثبات كل صحة الدعوة دي إيه؟ إن أنتوا بتحبوا
ربنا اتباعكم للنبي عليه السلام. فإذا اتبعنا يعني الأوامر والنواهي والأخلاق وجبر الخواطر وتنقية القلب ويعني الواحد يمشي كده في الشارع عبارة عن موسوعة أخلاق، يسلم على هذا ويبتسم في وجه هذا، الكلمة الطيبة قل لعبادي يقول التي هي أحسن، هي يمشي في الشارع بهذه الأخلاق مع ما افترضه الله عليه، هي دي قضاء حوائج الناس، الساعي على الأرملة والمسكين، يعني أشياء كثيرة جدا، من سد عن 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 جوعان جوع، من أدخل سرور على قلب مسلم، أشياء كثيرة جدا في الدين، بر الوالدين، بر الوالدين، الجار الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ظننت أن جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه سيرث. فطبعا النهاردة الدين كله عبارة عن إيه؟ أوامر ونواهي وأخلاقيات مع العبادات، أنا عندي عبادة وعندي معاملة، هل أكتفي بالعبادة يا أستاذ هاني؟ ينفع أكتفي بالعبادة فقط؟ لا، هناك معاملة، إيه هي المعاملة؟ أرأف وأرحم الحيوان قبل الإنسان. تمام. طيب هناخد دكتور كامل ونرجع لحضرتك تاني. دكتور فضل. كامل تفضل يا فندم. دكتور كامل، دكتور كامل معنا؟ طب هناخد أستاذة فاطمة. ألو مساء الخير. مساء النور يا فندم. ازيك يا أستاذ هاني؟ أهلا وسهلا يا فندم، كل سنة حضرتك طيبة. حضرتك طيب، أنا كنت بس عندي مشكلة كده عايزة أقولها على الهواء بخصوص وزارة الصحة. اتفضلي يا فندم. والدتي مريضة عندها غدد لمفاوية وسرطان في الغدد اللمفاوية. وتعبانة، كانت بتاخد كيماوي وخفت وبعديها عملت متابعة. وبقالنا سنة بناخد جرعات واكتشفنا ان المرض دخل تاني في جسمها اكتر من الاول وانتشر. ودلوقتي من شهر 2 مع القلق اللي حصل والمناعة ضعيفة ما بقتش اوديها معهد وما بتاخدهاش. والغدد بتضغط على منطقة الرقبة والصدر والبطن، وبس اكتر مكان في البطن ومن عند الرقبة. تمام. فالغدد بتضغط على الرئة بتخليها تقعد تكح لدرجة ترجع. غاوي مش بلغم. فأنا كان عندي من أسبوعين التهاب، رحت دار الفؤاد ودخلت طوارئ وعملوا لي إشعة، كنت عاملة واحدة في الصدر عادية، قالوا لي الإشعة مش حلوة، دخلوني عملوا لي إشعة مقطعية وقالوا لي عندي قضاض على الرئة والتهاب رئوي. راح أسبوعين في البيت ومع المضاد، لو حصل لا قدر الله قفله نفس او حراره ارجع لمستشفى الصدر. قلت لهم ماشي ومشيت والحمد لله المضاد استجاب والدنيا طيب الحمد لله. بخصوص الوالده بقى، الوالده بقى هقول لحضرتك، هي على طول الكحه المتواصله وانا عارفه ان الحاله بتاعتها كلها عشان الجرعه ما خدتهاش، والمرض انتشر في جسمها جامد هو اللي عمل لها الألم ده كله. ورحنا عملنا في الأورام مستشفى اسمها هرمل تبع الأورام في الملك الصالح، وعملوا لها جهاز الأول، قالوا لي عندها التهاب في المعدة من قلة الجرعة ما بتاخدهاش، تعمل زي حموضة وبتخليها إيه. طب أنت طالبة إيه يا فاطمة؟ ممكن إيه ممكن نساعدك إزاي يعني؟ ممكن. أنا عايز استغاثة بس بوزارة الصحة ان مستشفى هرمل بتاعت الاورام مش عايزه تحجز والدتي. وعملوا الاشاعه ومش فاهمين الحاله، ما جابوش الفايل بتاعها عشان يعرفوا الحاله اللي كانوا متابعينها في المستشفى. تمام. كانت دكتوره كانت موجوده مش عارفه الحاله. تمام. وشخصت الحاله ان هي عندها فيروس لما انا قلت لها عندي التهاب رئوي. تمام حاضر. وبيقولوا ان هي عندها فيروس وهي ما عندهاش. وقلت لهم يا جماعه الكحه اللي عندها دي مش حاجه نازله شعبيه ولا اي دور برد، ده الغدد كتير في جسمها وبتضغط على الرئه، لان احنا كنا محجوزين قبليها في شهر 2 عندهم 20 يوم وماشيين، واتخانقت عملت مشكله وخدت تقرير للدكتور، ما رضيش يكتب لي تقرير بحالتها ان هي خارجه تعبانه وخمس انواع دواء كحه، الكحه كانت متواصله معاهم. طيب عموما طيب عموما انت صوتك وصل دلوقتي ان شاء الله، وبعد الحلقه ربنا يسهل ان شاء الله نتواصل مع حضرتك، وان شاء الله في اكيد حد بيسمعنا من وزاره الصحه دلوقتي، وان شاء الله يبقى في استجابه سريعه ليك ان شاء الله، والف سلامه للوالده باذن الله. استاذ عبد الله.
استاذ عبد الله اتفضل. اتفضل يا فندم. اتفضل. ممكن كان فضيله الشيخ. اتفضل يا فندم. اتفضل. كل سنه وانتم طيبين. حضرتك طيب. فضيله الشيخ انا مريض قلب. ومريض قلب وعندي ضغط وسكر بقالي 25 سنه. شفاك الله وعافاك. تمام اتفضل يا فندم. وبعدين انا عندي تضخم في عضله البروستاتا. اتفضل. عم تضغط على المثانه فبينزل نقط. من غير ما احس بيها، فعندي الاستعداد للوضوء بلاحظ النقط من البول دي، فبضطر ان انا صيف شتاء بقعد انضح في الثياب بتاع في الملابس الداخليه صيف شتاء. تمام. وطبعا يعني المشكله دي مزمنه بقالها من زمان عندي، فانا كل وضوء بضطر ان انا انضح، فطبعا في الشتاء بتكتر مع اكتر برضه طبعا من الثياب لما بتبل بيبقى فيه تاثير على ال. حاضر. فما حكم ال. حاضر يا فندم. حاضر هنجاوب حضرتك. طيب استاذه حنان اتفضلي يا فندم. ايوه يا فندم. اتفضلي. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. ممكن اتكلم شيخ؟ اتفضلي يا فندم معاكي. السلام عليكم سيدنا الشيخ. وعليكم السلام ورحمه الله. الحمد لله. حضرتك بتتكلم وكل الشيوخ بيتكلموا عن بر الوالدين. والاولاد لما يبقى في ام او اب في الدنيا جاحدين على اولادهم، ليه مش بنتكلم في حاجه زي كده؟ اما تبقى يعني واحده زي والدتي رافضه ان انا اخد ورثي وتدعي عليا طول الوقت وزي ما اكون مش حقي، وكل اللي في دماغها انها تدي ابنها الورث وبنتها دي عشان اتجوزت لا ملكيش حاجه. نفسي حد يتكلم عن ان الابهات او امهات مثلا عندهم اولاد وبيدعوا عليهم لمجرد ان هم بيطلبوا حقهم. نفسي حضرتك تتكلموا عن الموضوع ده. في زي ما في بر والدين زي ما في اولاد صحيح اهاليهم ضغط عليهم وبتعاملهم بطريقه وحشه، والمطلوب مننا برضو ان احنا نبرهم عشان ربنا ما يزعلش مننا. حاضر. انا بجد محطوطه ما بين حتتين، ان انا اكلم والدتي وانا مش قادره اكلمها بتدعي عليا طول الوقت عشان انا عايزه اخد حقي. حاضر يا استاذه حنين هنجاوب حضرتك. حاضر فضلت الشيخ اسئله كتيره جدا هنحاول ناخدها كده على باذن الله تعالى. باذن الله هناخد القضاء وشوال واول القبول العمل. كان استاذه مؤمنه كانت بتتكلم عن كيفيه قبول العمل، ازاي اعرف ان انا العمل بتاعي قبل من الله سبحانه وتعالى. طيب من علمونا يا استاذ هاني تعلمنا ان من بركه الحسنه ان ياتي بعدها حسن. من شؤم المعصيه ان ياتي بعدها معصيه. ازاي اعرف ان انا اتقبلت في رمضان؟ اخرج بعد رمضان ان انا اكون افضل مما كنت ولو في اشياء بسيطه. يعني الانسان حتى لو ما تبدلش حاله كله لكن في اشياء معينه تركها لله، معصيه معينه تركها، يبقى ده انسان ايجابي. هنا بدأ يتغير. لذلك لعلكم تتقون، حكمة من الصوم كتب عليكم الصوم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فاحنا بنصل مع الحسنات مع الطاعات مع لمرحلة معينة، نصل في رمضان لدرجة الإحسان. يعني شوف أمور تحتاج لإخلاص، الصيام ويمسك لسانه إلى غير ذلك. فإذا وجد العبد نفسه بعد الطاعة مقبل على طاعة، مقبل مش هقول جاب طاعة كمان بس على الأقل ثبت نفسه على هذه الطاعة فهذا دليل على قبول الإيه؟ طيب العبد. طيب السؤال الثاني بالنسبة للنساء وهو القضاء وشوال. المرأة في رمضان بيأتي إليها عذر لعدة أيام تفطر فيها. طيب هل تصوم الستة من شوال الأول ولا تقضي الصيام الذي كان عليها في شهر رمضان الأولى؟ تكلم العلماء في هذا والأمر يسير. الأمر يسير. بمعنى أنها لو قضت أخذت من شوال ستة من شوال خوفا من أن ينقضي شوال يبقى أنا قدامي إيه هنا؟ فقه الحاجة. فقه الحاجة اللي أنا مش هقدر شوال سينقضي يبقى أخذ الستة من شوال، أما باقي العام أنا أقدر أصوم باقي اللي عليا من رمضان. باقي من رمضان لأني مش هلاقي شوال تاني في باقي العام. أيوه ده الأمر الوحيد اللي يخليني آخذ من شوال، لكن عندي متسع يبقى آخذ الإيه؟ آخذ الأيام اللي عليا من رمضان لكي أتم رمضان. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان
ثم أتبعه بست من شوال كصيام الدهر. فقال العلماء لا يطلق على أنه صام رمضان إلا بعد أن يتم رمضان بالأيام اللي عليه، لكن الأمر أيسر من ذلك. المهم يعني هي لو شعرت بأن شوال سينتهي فتأخذ ستة من شوال وتصومهم متتاليات متفرقات، الأمر على الساعة. طيب، والتيسير. سؤال الأستاذ عبد الله اللي هو عنده مخبز وبيقول أنا عندي مخبز وبتعامل مع ستات، ويمكن هو المخبز أنا سألته بتعامل مع ستات بس، المخبز بيبقى فيه ستات ورجالة، أي مهنة مخبز بقال سوبر ماركت بتتعامل مع ستات ورجالة، فواحد بيقول له لا أنت صيامك مش مقبول عشان بتتعامل مع ستات، ده كلام مش صحيح. ويعني لا شيء لا دليل عليه. لكن الإنسان في معاملته كده مش محرم أن يتعامل مع الرجال والنساء، لا يتعامل، هو اللي بيبطل فيه شيء. في حاجة اسمها مبطلات للصيام، مبطلات للصيام خاصة به. طيب، لكن لا شيء عليه يعني. طيب، الحاجة منى بتقول ابني ما بيكلمنيش وزعلان مني، نقول لابنها ايه؟ طبعا نقول له الزم قدمها فثم الجنة. احنا بنوصي بالوالدين، والوالدين طبعا بنوصي بالوالدين للأبناء، وفي المقابل برضو للأستاذة اللي سألت السؤال، الظلم الذي وقع عليها من الأم برضو لا نقول بذلك. كما أن هناك عقوق أباء هناك عقوق أبناء. يعني كما أن هناك عقوق أبناء في المقابل في عقوق إيه؟ أباء. لكن الذي سيحاسب الأباء من؟ الله، الله سبحانه. لكن نحن نقول ونتكلم حتى في أماكننا وفي أماكن معينة نتكلم عن هذا كلما استطعنا، أن الأب أو الأم يتقي الله في أبنائه. يعني إحنا مش هنمسك برضو من الإيد أنا الأب وأنا الأم وأنا الوالد، لا. لما ذهب الرجل يشتكي ولده لسيدنا عمر بن الخطاب فسمع منه، فلقى الولد هو اللي ليه حق، لا في اسم ولا في حياة ولا في تربية ولا في تعليم شيء من القرآن. قال اذهب يا رجل فقد عققت ولدك، فقد عققت ولدك. لكن نقول أيضا بالبر، يعني أوصي الأستاذة حنان، الأستاذة حنان إحنا في وقت العفو يا يا أستاذ هاني، في وقت العفو. ومفتاح ليلة القدر، مفتاح ليلة القدر العام كله شهر رمضان. العام كله نفحات، مفتاح العام كله إيه؟ شهر رمضان. ومفتاح شهر رمضان العشر الأواخر، ومفتاح العشر الأواخر ليلة القدر. ومفتاح يتنزل فيها جبريل عليه السلام والملائكة. طيب، ومفتاح ليلة القدر اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. طب ما أنا أقول اغفر لي، ارحمني، ارزقني. لا، النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، لم يقل لعائشة قولي اغفر لي وارحمني واسترني، لأن الله لو غفر لي رزقني وسترني ورضي عني، فقال العفو. عارف أنت لسه يعني أثرت قضية جميلة، العفو معنى إيه العفو؟ العفو يدخل في كل مناحي الحياة في الدنيا والدين. تخيل العفو في البدن، في السمع، في البصر. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما يدعو يقول اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، اللهم في قوتي، اللهم عافني في الدنيا والآخرة والدين، في أهلي وأموالي وأستر عوراتي وأمن روعاتي. فالعفو كل الدين. تمام. أستاذ عبد الله بيقول أنا مريض قلب وضغط وسكر وبينزل مني قطرات من البول قبل الصلاة. طبعا هو 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 كما هو ينضح الثوب الداخلي بالماء لكي لا يدخل الأمر في فيش في وسوسة يعني. لكن هو من ذوي الأعذار. تمام. وذوي الأعذار لا شيء عليه. أم بسملة بتقول هل يجوز زكاة المال للزوج؟ نعم، يجوز زكاة المال للزوج لقول علمائنا الأفاضل الكرام. سيدنا عبد الله بن مسعود لما ذهبت زوجته للنبي صلى الله عليه وسلم، لما قال تصدقنا ولو بحليكن، فذهبت زوجته عبد الله بن مسعود لتتصدق، فطبعا سيدنا عبد الله بن مسعود قال أنا حق بهذا، فقالت أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سألت النبي صلى الله عليه وسلم قال أحق. قال أحق. فلو كان الزوج يحتاج فتتصدق يعني كويس اللي هي عملته، خير معك. كلمة أخيرة في نص دقيقة نقولها للسادة المشاهدين ونقولها لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، نقول لهم إيه في هذه الأيام؟ كيف نستغل هذه الأيام في طاعة الله سبحانه وتعالى؟ أنا أقول يا أستاذ هاني
وجزاك الله خير يعني انك تحلي الكلمه دي في الاخر كده المجال. العفو ثم العفو ثم العفو. العفو ليه؟ لما الواحد مننا بيقف بين ايدين ربنا يتذلل، اللهم اعفو عني، اللهم اعفو عني، كيف تريد العفو من الله وانت لا تريده؟ ازاي انا عايزه ولا اريده؟ لما قيل لك اعفو عن فلان فرفضت، يقول له اعفو عن فلان، لا لا اعفو. الله جل وعلا ان اردنا منه العفو فلنعفو عن غيرنا. اللهم اعف عنا جميعا، الله يصلح بين العباد يوم القيامة. حضرتك بخير، ونتمنى ان ربنا يتقبل منا الصيام والقيام ويرزقنا ليله القدر ويجعلنا من عتقاء شهر رمضان. انا وانت واسره البرنامج، جزاك الله كل خير فضيله الشيخ جابر العطيفي. اعزائي المشاهدين، في نهايه هذه الحلقه لا يسعني ان اتقدم بالشكر لفضيله الشيخ جابر العطيفي من علماء الازهر الشريف، ويا رب تكون الحلقه عجبتكم، ونتمنى ان شاء الله ان ربنا سبحانه وتعالى يتقبل مننا الصيام والقيام ويجعلنا من عتقاء شهر رمضان، وانه يرزقنا ليله القدر. كلمة أخيرة إن شاء الله، يا ريت الناس كلها تلتزم في بيوتها، مش عايزين الموضوع يكبر عندنا، عايزين نعدي الموضوع ده على خير إن شاء الله في آخر أيام رمضان إن شاء الله. ندعي ربنا كتير إن ربنا يزيح الغم عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويزيح هذه الغم عن العالم كله. نتمنى السلامة للجميع إن شاء الله، وإن شاء الله ربنا يكرم مصر ويكرم الأمة الإسلامية كلها، وعيد سعيد إن شاء الله عليكم، وربنا يتمها على خير إن شاء الله. وكل عام وحضراتكم بخير. كان معكم هاني الفرماوي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.